من الموصل مدير صحة نينوى فلاحة الطائي. دكتور فلاحة، أهلا بك إلى نشرتنا هذه. كيف تتحدث عن وباء كوفيد-19 في الموصل؟ ما هي الإجراءات التي تتخذونها لتحجيم حدة هذه الجائحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينا الكرام. الإجراءات التي اتخذت من قبل دائرة صحة نينوى ومنذ اليوم الأول لانتشار هذا الوباء في العالم وفي المحافظات المجاورة للعراق، نحن قمنا بإجراءات دفاعية، يعني ليس ومنذ اليوم الأول حيث قمنا بتشكيل مفارز طبية متفرقة وموزعة على جميع مداخل محافظة نينوى، هذا منذ اليوم الأول. كما قمنا بفرض حظر التجوال وبالتعاون مع القوات الأمنية الموجودة في المحافظة، وكذلك بالتعاون مع المواطنين الموجودين في من أهالي محافظة نينوى. هذه الإجراءات الاستباقية هي التي أدت والحمد لله إلى عدم انتشار هذا الوباء في محافظة نينوى، ولحد هذا اليوم وأطمئن أهالي محافظة نينوى أنه لم تسجل لدى محافظة نينوى إلا حالة واحدة هي للصحفي مهند وعائلته الأربعة، هذا قبل 10 أيام، ونحن قمنا بأخذ نماذج وعينات لحوالي أكثر من 140 أو 150 حالة مشتبه بها وحالة ملامسة، وأرسلت إلى مختبر الصحة العامة في بغداد، وكانت النتائج والحمد لله سلبية. آخر النتائج التي وصلت صباح هذا اليوم هي 11 نتيجة يعني ملامسين، وكذلك كانوا محجورين في مستشفياتنا. أما فيما يخص عائلة الصحفي مهند فكانت النتيجة للأب هي ظهرت نتيجة سالبة، وهذا يبشر بالخير. يعني كنا نتخوف من أنه هذا الوباء يؤدي كبار السن، ولكن والد مهند كانت نتيجته سالبة. أما بقية العائلة فحاليا يتمتعون بصحة جيدة جدا، لا توجد لديهم أي أعراض لهذا المرض، ولكن من خلال قناتكم إذاعتكم الموقرة أدعو من أهالي محافظة نينوى الكرام أن يساعدوا دائرة صحة نينوى والقوات الأمنية، وأن يلتزموا بالإرشادات والتعليمات التي نقوم بتقديمها للمواطنين لكي نتمكن من الانتصار على هذا العدو المجهول. طيب، البقاء في البيض لا زال ضروريا، الأمر والخطورة كيف يبدو الالتزام، يعني التزام المواطنين لا زالت قائمة. كيف يبدو التزام المواطنين في الموصل؟ يعني ما تتفضل به أمر مريح فعلا. كيف يبدو تفاعل المواطنين مع الإجراءات التي تطلبونها؟ ما هي خطتكم لمنع يعني مجيء هذا الفيروس من محافظات مجاورة، خاصة في إقليم كردستان هناك يعني إصابات كثيرة؟ الأخ العزيز، السلاح الوحيد التي نمتلكه كعراقيين وكمحافظة نينوى وأهالي محافظة نينوى، والسلاح الوحيد التي يمكن أن نقاوم هذا الوباء هو البقاء في البيت وعدم الخروج إلى الشارع أو عدم الخروج إلى المناطق المزدحمة إلا للضرورة القصوى، هو هذا السلاح الوحيد الذي يمكن أن نستطيع أن ننتصر على هذا الوباء. ولذلك أن أدعو المواطنين الكرام إلى عدم النزول إلى الشارع، عدم الذهاب حتى إلى المستشفيات، لأنه المستشفيات تعتبر بؤرة لنقل هذا الوباء. لذلك أتمنى من المواطنين أن يتحملوا على الأقل خلال الأسبوع القادم، لأنه لا سامح الله هناك بعض الاختراقات التي تحصل
من قبل بعض المواطنين للأسف أنه يعني يأتون من المحافظات ليس عن طريق السيطرات، وإنما يقومون بالدخول إلى محافظة نينوى عن طريق الطرق المسالك الأخرى. ولذلك هناك تعاون صحيح من قبل المواطنين والإخبار عن مثل هكذا. نعم. كيف تقيم الإمكانات الطبية والصحية لمواجهة الفيروس في الموصل ولو باختصار لو سمحت؟ الأخ العزيز، منذ انتشار هذا الوباء في العراق فدائرة الصحة نينوى لم تستلم من وزارة الصحة فيما يخص مرض الكورونا فيروس سوى 250 مليون دينار، وقبل يومان طبعا العيادات الشعبية أيضا خصصت لدائرة الصحة نينوى 250 مليون دينار. كان هناك مبلغ 1.5 مليار دينار مخصص لمواجهة هذا الوباء لدائرة الصحة نينوى، ولكن لحد هذه اللحظة لم تصل هذا المبلغ إلى دائرة الصحة نينوى. لذلك فدائرة الصحة نينوى بحجم هذه الخطورة التي تهدد المحافظة وبحجم يعني تندل حضرتك أنه محافظة نينوى ومستشفياتها تعرضت إلى تدمير كبير جدا، وهي بحاجة إلى دعم دولي كبير لكي نتمكن من مواجهة هذا الوباء. ولكن والحمد لله بفضل الخيرين تمكننا، وبفضل الوقوف أهالي محافظة نينوى مع دائرة الصحة نينوى استطعنا أن نؤهل مستشفى الشفاء ومستشفى السلام كذلك للحجر والعزل، كما قمنا بتأهيل مستشفى، يعني راح إن شاء الله من الأسبوع القادم نؤثث مستشفى الفروق لكي يكون هذا المستشفى مخصص لعزل المرضى المصابين بالكورونا فيروس. من الموصل مدير صحة نينوى فلاح الطائي، شكرا جزيلا لك.